بنستكمل حديثنا عن العمارة وتاريخ العمارة والعمران، وبنصل إلى المحاضرة الختامية في هذا الفصل الدراسي، واللي هنتكلم فيها على فترة عصر النهضة. وإحنا بنتكلم على فترة عصر النهضة، أحب إن إحنا نرجع نفتكر الأسس اللي ابتدينا بيها حوارنا من بداية المقرر، وهي العوامل المؤثرة على العمارة والعمران خلال الفترات التاريخية المختلفة. والست عوامل زي ما هم موجودين قدام حضراتكم، سواء عوامل جغرافية أو جيولوجية أو مناخية أو دينية أو اجتماعية سياسية أو تاريخية، الوقت ده واحنا بنتكلم على عصر النهضة، إذا كنا من وقت البيزنطاين واحنا ابتدينا نتخطى فكرة المدينة الدولة، أو إن احنا نتكلم على نطاق محدود للموقع الجغرافي، وخرجنا بأن الفترة البيزنطية امتداداتها أكبر، صحيح في امتدادات أكبر من وقت اليونان والرومان وحتى مصر القديمة، لكن في كل مرة كنا بنتكلم على موقع جغرافي محدد لمدينة، كأن المدينة هي أساس الدولة، وإذا اتحدت مجموعة من المدن وهكذا تكون إمبراطورية أو دولة أكبر، زي ما كنا بنتكلم على إن كل إيطاليا لم تعرف قديما إلا بالرومان نسبة إلى روما نفسها. لكن في تلك الفترة لو نبص كده على الخريطة اللي قدامنا، هتلاقي النطاق اللي مكتوب عليه أسامي المدن سواء في الجزء الجنوبي من أوروبا أو الشمالي والأوسط من أفريقيا، أو جزء قطاع كبير من جنوب آسيا واتجاها إلى وغربها اتجاها إلى شرقها، ده كله بيشهد خلال فترة القرن ال15 ومن نهايات القرن ال14 الحديث عن الأصول التاريخية القديمة على إنها هي الأفضل من الناحية العمرانية تخطيطيا ومعماريا. ده معناه إن كان في نظرة في هذه الفترة نقدر نسميها نظرة نقدية، في نوع من التحليل واستنتاج ما هو إيجابي وما هو سلبي، وإن في التعرض بالنقد السلبي إلى الفترات الأقرب في العصور الوسطى، سواء كنا بنتكلم على فترة الجوثيك أو الرومانسك، وإن البيزنطاين لظهور الصراعات على التأسيس لنشر الديانة السماوية والاختلاف مع الديانات القديمة، ده خلى العمارة والعمران ما ياخدوش مجالهم بشكل قوي. من هنا بدأ الحنين للماضي ياخذ مجال أوسع، وأنه ماضي اللي نرجع له؟ لو بنتكلم على العلاقة المؤثرة بشكل جوهري في الحضارات القديمة، وهي العامل الديني اللي كان بيبنى عليه كثير من المفردات المعمارية والعمرانية، فيبقى لو هنرجع ان احنا بنتكلم على فترة بتنتشر فيها الديانات السماوية بدءا من المسيحية وتشهد ظهور الإسلام، ففي تلك الفترة سنحتاج إلى قدر من الحنين لهذه المفردات، يبقى نرجع لفترة العمارة البيزنطية. والعمارة البيزنطية لو تفتكروا المثال اللي قدامنا ده بتاع القديسة صوفيا، كنا بنتكلم في القرن السادس الميلادي، وتزامن ده مع ظهور الديانة الإسلامية، يبقى كمان حتى المناطق اللي فيها انتشار للديانة الإسلامية هترى إنها تلك الفترة نفس فترة القرن ال14 وال15 أو نهاية القرن ال14 والقرن ال15، هي تعد من فترات النهضة من الناحية العمرانية والمعمارية، زي المثال اللي قدامكم ده اللي موجود في القاهرة لمجمع السلطان حسن، واللي إن شاء الله
هيتم دراسته من خلال الجزء القادم من مقرر تاريخ العمارة اللي هينحصر على دراسة العمارة في مصر خلال فترة العصور الوسطى وعصر النهضة اللي هي هتنطبق على وجود انتشار للعمارة الإسلامية. لكن إيه الفارق الرئيسي في تلك الفترة عن الفترات السابقة؟ أولا لما نبتدي نتكلم على القرن الخمستاشر هنلاقي إن في من الأحداث التاريخية الهامة هو اختراع الطباعة 1440. يوحنا جوتنبرج بقى عندنا أداة للطباعة، وبالتالي هنقدر بدل ما كنا بننسخ الكتب والنسخ اليدوية وتنقلها والحفاظ عليها، وإن كل ما نستقيم معلومات لما كنا بنتكلم على المفردات قبل كده إزاي بنجيب معلوماتنا، ندور على خرائط قديمة، بندور على نقوش على المباني، بعض الرسوم واللوحات الفنية اللي برضو بتبقى متواجدة على جدران المباني في صورة الأيقونات، في صورة الأعمال بالزجاج المعشق وهكذا، إن إحنا النهاردة هنقدر نوثق لكلامنا. وإذا كنا لقينا كلام فيتروفيوس في فترة الرومان وجمعنا النوت الموسيقية والهوامش بتاعتها اللي كان هو مسجل عليها ملاحظاته عن العمارة وسجلناها في كتب، لا ده احنا كمان هنقدر نعمل مؤلفات نطبعها، ويبقى بالتالي في منها عدد من النسخ تساعد على نشر المعلومات. تخيل احنا بنتكلم في القرن الخمستاشر على نشر المعلومات، وانه قد ايه الطباعة بس هتعمل ثورة في تناقل هذه الافكار، وان البعض هيصل في انه في القرن العشرين في اوائل القرن العشرين هيشوف ان هذه الثورة كانت ثورة سلبية، لانه خلاص تناقل الافكار معناه ان احنا نكرر اشكال المباني في كل حتة تبقى شبه بعضها وبالتالي تفقد الهوية، ما بالكو بحجم تسارع وتناقل المعلومات في الوقت الحالي ووجود اكتر من وسيلة لتسجيل المعلومات ونقلها، كمان ما بقيناش محتاجين طباعة، ده احنا عندنا كل اجهزة الكمبيوترز والانترنت تكنولوجي والسوشيال ميديا اللي بنقدر ننقل بيها تبادل الافكار بشكل سريع جدا. ولذلك بيقال انه حجم المنتج المعلوماتي في الفترة الحالية كل 15 ثانية من تبادل معلومات في عصرنا الحالي تقابل في القرن أوائل القرن العشرين، مش هنروح لبعيد قوي يعني، في القرن الماضي تقابل 3 أشهر من التبادل المعلوماتي. ما بالكو بقى إذا قارنا ده بأنه في هذه الفترة كان بيتشاف إن كده هيحصل ثورة معلوماتية بمجرد اختراع الطباعة. والطباعة هتساعدنا على إن إحنا لما نسجل المفردات ونسجل كتابات قديمة لم تكن منتشرة غير من خلال مصادرها، إذا كانت على مبنى من المباني أو الاحتفاظ ببعض الرقاع والمخطوطات في مكان واحد، فإن هذه الأفكار يعاد النظر إليها، من هنا هيجي الحنين إلى هذه الفترات. وزي ما قلت لكم إذا كان نظر بالسلب للفترة الأقرب في هذا الوقت وهي فترة الجوثيك والرومانسك، وإن هم ما أوجدوش منتج يحتفظ بقدر من القيم الجمالية في نظر جميع الأشخاص زي المباني القديمة في العصور الكلاسيكية. إذا حصل اختلاف على قيمة الجمال، من هنا هيبان إن العامل الجغرافي مع تعدد النطاقات اللي هيتم دراستها واتساعها، واحنا بنتكلم على ده بداية من الانطلاق في فترة الرومانسك ويمكن من البيزنطاين قلنا بداية انتشار
الرومان من الرومان اركيتكتشر وبعدها الدخول البيزنطاين، كان تأسيس الامبراطوريات بيساعد على ان احنا بنتحرك من مدينة لمدينة، لكن هذا التحرك التكراري بيوجد في بعض الاحيان اختلاف نتيجة اختلاف الهوية للتجمعات البشرية، وده ظهر تأثيره بوضوح في الجوثيك لما قلنا ان ما نقدرش نقول كلمة جوثيك على المطلق، وانما بنقول ان في عندنا سبانيش جوثيك، فرنش جوثيك وهكذا، ويرتبط بموقعه الجغرافي، لكن كمان هو منتشر في ربوع اوروبا كلها. هذا الانتشار اثناء فترة عصر النهضة بيبقى التفكير في ان احنا هنرجع لها فترة. لو بنتكلم عن الرجوع من التأثير الديني فبنتكلم على انتشار الديانة السماوية، يبقى نرجع للبيزنطاين على انها المعبر الرئيسي في بادئ الامر. لو بنتكلم على الرجوع للاحساس بالقيم والقواعد المؤسسة للعمارة، يبقى الرجوع للفترة الرومان باعتبار ان الملاحظات الرئيسية وتعريف كلمة عمارة او اركيتكتورة بدأ مع هذا الوقت، وان احنا ازاي بدأنا نتكلم على مفاهيم وعلوم تتعلق بالعمارة. كل ده فقط في فكرة العامل التاريخي، لكن كمان العوامل الثلاثة الاولى، نظرا لان زي ما قلنا كده مش هنتكلم على مدينة بعينها بيتأسس من خلالها هذا الفكر للعمارة والعمران، وان الامر متعلق بمجموعة مدن بتتحرك في توقيت واحد، ده هيخلينا نقول ان التأثير للعوامل الجغرافية والجيولوجية والمناخية هيبقى مختلف ومتباين ويظهر على هامش الامر، مش يظهر على انه مؤسس للامر. يعني لو بصينا لمصر القديمة، فمصر في مركزيا عند رأس الدلتا كده بنعمل المباني بأسقف مسطحة بفتحات طولية متوسطة العرض. أجي على الساحل اتجاه اسكندرية ألاقي الأسقف مايلة وألاقي الفتحات عريضة. أدخل إلى الصعيد أبتدي أفكر في التثقيف، يا إما بأسقف مزدوجة يا إما أسقف منحنية، وابتدي الفتحات تبقى ضيقة وطولية أكثر. الكلام ده تأثير الموقع باين بشكل مباشر على المبنى والمدن المختلفة وطريقة تأسيس هذه المدن. لكن لما يبقى الفكر موحد ما بين هذه المدن، هيبقى انعكاس التأثير الجغرافي صحيح مازال له دور، لكن دور هامشي، لأن توحيد الفكر قد يطغى على المفردات الرئيسية. يعني أنا أشوف مثلا إن لو إحنا حبينا نقول إن العمارة الإغريقية تنتشر في مصر كلها من شمالها إلى جنوبها، هنبتدي نعمل مفردات في وحدات الفتحات والأسقف لا تتوافق مع الواقع المناخي، فنلاقي إن الأسقف المايلة هتنتشر في كل ربوع مصر وإحنا مش محتاجين لده في كل الأماكن، وهنستخدم الأعمدة والفتحات اللي بينها في الحوائط الخلف الأعمدة بشكل رئيسي، وبرضو احنا مش محتاجين لده لأن الطابع المناخي والمواد جيولوجيا اللي بنستخدمها مختلفة، ومن كل موقع لتاني في تميز مختلف. يبقى إذا في عصر النهضة الثلاث عوامل الأولى بتظهر على الهامش باعتبار ان احنا بنتكلم على فترة السائد فيها هو التفكير في الحنين للماضي، وكأن اول العامل الاهم او العامل الذي يأتي في الترتيب الاول بين العوامل سيكون العامل التاريخي. ولان هذه الفترة ارتبطت ايضا بنشر واستمرار تثبيت أواصل الديانات السماوية من انتشار للديانة المسيحية، وكانت طبعا موجودة الديانة اليهودية وظهرت
أيضا الديانة الإسلامية، وبدأت في الانتشار في هذا الوقت. لذلك فإن الفترة دي هيكون تاني العوامل المؤثرة بشكل كبير هو الاهتمام بالمباني الدينية. على ذلك يبقى العامل الديني هو يأتي في المرتبة الثانية، وقد نرى في بعض الأحيان أنه في المرتبة الأولى. إذا العامل التاريخي والعامل الديني هيتبادلوا دورهم من موقع لآخر، هيبقى دخول المؤثرات السياسية الاجتماعية أو الاجتماعية السياسية هو ثالث العوامل من حيث الأهمية، ويتقلص دور العامل الجغرافي وما يتبعه اللي احنا كنا بنبتدي بيها. طيب ليه بنقول كده؟ لأن احنا اتفقنا اختراع الطباعة، وجود الكتابات، تناقل الأفكار، ثم النقد الحاد واللاذع والسلبي، لأنه الجوثيك كفكرة مفهوم موحد لكن لم يستطع أن يجد توحيد لنمط بين مختلف الأطراف، وإنما كل طرف استقطب لنفسه نمط مميز من هذا النوع من العمارة. ده معناه إن الواقع المكاني كان تأثيره كبير ينازع الواقع الديني والواقع السياسي، وإن التأثير التاريخي ما كانش له دور، وبالتالي كأن الأمور بتظهر للوهلة الأولى، مع إن المفروض إن الجوثيك جاي امتداد لفكر بداية المسيحية، وبيندمج مع فترة ظهور الإسلام. من هنا جت اختلافات الأفكار، وده استدعى إن احنا نسترجع هي الأفكار اللي بنينا عليها أسس العلوم المعمارية جت من عند مين. بفكركم بفيتروفيوس اللي لقينا الهوامش بتاعته في النوت الموسيقية زي ما قلنا، واعتبرنا إن كل مجموعة هوامش تمثل كتاب، وعدد الهوامش المختلفة كان 10، واعتبر إن هذا الكلام ملاحظات على المباني في محاولة لبداية التنظير، إنه يقارن ما بين عنصر وآخر ويبتدي يقول لنا بعض القواعد. فعرفت مجموعة كتاباته بمؤلف واحد سمي تيم بوكس اون اركيتكتشر. يبقى ده تيم بوكس اون اركيتكتشر بتاع فيتروفيوس، هو كان محاولة لقراءة المشهد ووضع الملاحظات على المباني، اللي كان من أهمها مثلا إن احنا عرفنا إنه عمل مقابلة ما بين أشكال التماثيل والمنحوتات وأشكال الأعمدة، واستخلص منها إن العمود الأيونيك يمثل نفس نسب المرأة، في حين العمود الدوريك يمثل نسب الرجل، وهكذا. يبقى ممكن من كلمات فيتروفيوس نطلع ببعض القواعد. فيتروفيوس كمان حط 7 مؤثرات أو أسس للبناء، وهو بيتكلم على أسس تكوين المبنى، اتكلم فيها على الوظيفة، واتكلم فيها على الناحية الإنشائية، واتكلم فيها على القيم الجمالية تحت مسمى utility, structure وبيوتي. والتلاتة دول زي ما قلت لكم كانوا في صورة 7 نقط استغرق منها نقاش فكرة الجمال عدد أكبر من النقاط. ولذلك قضية الجمال بيعاد النظر فيها مرة أخرى من خلال مفكرين وقائمين على العمل بالعمارة، منهم ليون باتيستا ألبرتي، وفي فترة عصر النهضة كتاباته بتكون مؤثرة جدا، لأنه بيعيد النظر في ما قاله فيتروفيوس في محاولة استخلاص أسس إذا اتبعناها تضمن الحصول على قيم الجمال. يبقى إذا كان فيتروفيوس بيقول ملاحظات يمكن أن نستخلص منها قواعد، جاء ألبرتي يحاول يصيغ هذه القواعد، ولذلك عرف مؤلفه بـ The Ten Books of Architecture. بيكلمنا بقى عن الجوهر والمفهوم في العمارة، وحتى من ضمن ده عبارته الشهيرة اللي بيقول فيها إن الجمال بينتج من إن وحدات التكوين أو التشكيل للمبنى، كل وحدة في حد ذاتها
ليها قيمة جمالية وليها نسب متعارف عليها، وعلاقتها واحترامها لبقية الوحدات والمفردات هي اللي بتخلي ان المبنى ككل يطلع في تشكيل ككتلة وكمفردات معمارية وكتشكيل العناصر الداخلية والتكوين للحيز الفراغي داخليا وخارجيا، هو ده اللي بيدي القيمة الجمالية. الكلام ما بيتوقفش عند هذا الحد، وبتبتدي الدراسات تروح للنواحي التنفيذية، وان اذا كنا عايزين نحقق الافكار بتاعت فيتروفيوس وحتى كلام البرتي، فاحنا محتاجين ان نشوف مين القائمين على العمل ده او خطواته. هنبدأ بمراحل تصميمية، هنختار خامات، هنختار وسائل للتنفيذ، لازم يبقى عندنا كمان عمالة مدربة. واذا كانوا دول 4 نقاط، فالاربع نقاط دول بتكلم عنهم بلاديو في 4 كتب منفصلة. كده ابتدينا بقى نتكلم على كتب منفصلة فعلا، وكتب بلاديو عن الاركيتكتشر اعتبرت كمجموعة تحت مسمى 4 books on architecture. رجعنا لكلمة on لان بيتكلم على العوامل دي مش بصياغة نظرية عشان نفهم منها ايه الخطوات اللي نتبعها، لا بيتكلم على مرحلية تنفيذ، وبيتكلم على ملاحظات على العمل المعماري من خلال مفردات 4. وعرف المسمى بتاع مؤلفاته بالإيطالي كواترو ليبرو دالاركيتكتورا أو 4 books on architecture زي ما قلنا. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان تأثير المؤلفات والكتب اللي احنا بنتكلم عليها وتبادل الافكار هيخلي طريقة تناولنا للفترة دي بالتحديد، مش هنتكلم بس على البيلدينج تايبس، لا هنبتدي نتكلم على القائمين بالتصميم وافكارهم ومفاهيمهم، لان الحقيقة فترة عصر النهضة هي الفترة المحورية للتحول من كلامنا عن التاريخ بشكل مجرد ان احنا عندنا مشاهد وعليها ملاحظات، الى ان احنا نلاقي توثيق وتسجيل للافكار بشكل متوازي، وبالتالي نبدأ نستخلص منه مفاهيم نطبقها ومعلومات، وان المعلومات دي لما نطبقها بنفس الطريقة التكرارية فتؤدي الى نفس النتائج، يبقى اللي احنا بنوصل له ده اذا كان نتيجة مهمة وتسجل فترقى انها تكون نظرية، وبالتالي يبدأ الحديث عن نظريات العمارة. وحضراتكم هتدرسوا في المقررات القادمة نظريات العمارة، باعتبار ان عندنا 3 موديولز رئيسية كده في الدراسة: التصميم المعماري وانشاء المباني وتصميمات تنفيذية وتاريخ ونظريات العمارة، فهما علمين متعلقين ببعض او كأنهم علم واحد متصل. ولذلك هنبتدي دراستنا بان نتكلم على الاشخاص بعينهم، واحنا هنتكلم على المعماريين والمؤثرين في العمل المعماري فنيا، الا ان ده لا يخفي ان العامل الاجتماعي والسياسي كان له دور في ده، زي الدور اللي اثر على فيليبو برونوليسكي كأحد أهم الشخصيات في هذه الفترة. وهتلاقوا دايما في العرض اللي احنا بنقدمه دلوقتي ان التاريخ اللي مكتوب تحت اسم الشخص هي تسجيل لتاريخ ميلاده ووفاته في فترة حياته كانت من القرن ال14 الى اواسط القرن ال15. برونليسكي اللي عاش في هذه الفترة جاء دوره لما كانت عائلة كوزمو دي ميديتشي، وكوزمو دي ميديتشي في الأصل بيشتغل بالأعمال التجارية للتعامل على المعاملات النقدية، وكأننا بنتكلم على مضاربات للبورصة والتبادل التجاري والصكوك المالية وإصدار العملة. في الآخر نقدر نختصر إن هو بنكير، صاحب بنك، مؤسسة للتسليف، سميها زي ما أنت عايز. لكن عائلة ميديتشي في فلورنس بتشوف ان احد وسائل الدعاية للمؤسسة بتاعتها ان الناس
يتردد على مسامعها الكلام عن كوزمو دي ميديتشي، يعمل ايه عشان يعمل كده؟ فجت اول فكرة اعلانية مؤثرة على التاريخ المعماري بالنسبة لنا، وهو انه يتبرع لعمل مهم في المدينة اللي هو عايش فيها. فكوزمو دي ميديتشي بيلاقي المبنى اللي معروض قدام حضراتكم ده، سانتا ماريا في فلورنس، الكاتدرائية دي زي ما انتم شايفين كده اللاتين كروس، منطقة التقاطع ما بين الضلعين، مسطحها كبير، وعندهم مشكلة في ان يعملوا للمسطح ده سقف، وبالتالي الكنيسة مفتوحة عند هذا المكان، عند هذا التقاطع. يبقى اثناء فترة هطول الامطار في فصلي الخريف والشتاء هتبقى استخدام الكنيسة صعب، الناس ما تعرفش تدخلها، بل كمان لو سيبنا الكلام ده لفترات طويلة قد تتعرض الكنيسة كلها للانهيار. والكنيسة اتأسست في فترة الرومانسك وحصل عليها تعديلات خلال فترة الجوثيك، لكنها لم تكتمل لصعوبة إنشاء السقف اللي احنا بنتكلم عليه. كوزمو دي ميديتشي بيلاقي إن في فرصة إنه يتبرع لهذا العمل، والتبرع ده بيخلي العمل يرتبط باسمه، ولولا وجود المؤلفات والتوثيق والكتابات ما عرفنا برونليسكي. مع إن أفكركم كده، كان بيتقال على العمارة المصرية القديمة إنها بتنسب إلى الحاكم في تلك الفترة، ده مش واقعي، لأنه من التسجيلات المشهورة للكتابات في المعابد، المعبد اللي نسب إلى حتشبسوت، المعماري اللي صممه وعرف وقتها فيما ذكر من كتابات بأنه القائم على البناء أو البناء، كان سنموت. إذا التسجيل كان موجود، لكن مش دايما بنلاقيه لبعض الفترة التاريخية، اندثار ومحو بعض المعلومات، لكن بنتكلم على فترة أحدث، فكان التسجيل موصول، إنما فكرة إن المبنى ينسب إلى القائم على تنفيذه ماليا أو الآمر بإنشائه أو الآمر باستكماله ظهرت أكثر في أوروبا في فترة العصور الوسطى وفترة عصر النهضة. ميديتشي بيفكر انه عشان يستكمل هذا العمل فيعمل دعوة، دي هتتردد بين الناس، ويبقى بالتالي اسم العائلة واسم مؤسستها هيتردد بين الأشخاص، بأن يدعو إلى تأهيل أشخاص قائمين على البناء للمساعدة في إنهاء الكنيسة الرئيسية في فلورنس. يبقى في كومبيتيشن، لكن الكومبيتيشن مش هتتقدم، المسابقة مش هتتقدم في صورة رسومات، إنما هتتقدم كأن كل واحد بيقدم السيرة الذاتية، بيقدم خبراته. و كوزمو دي ميديتشي راجل صاحب بنك بيفكر في الفلوس في الأول، عايز يحصل على أكبر قدر من الدعاية، لكن مش شرط يكون قصاد ده إنه يصرف أعلى قدر من المبالغ، فمجرد إنه يعلن عن الفكرة بين الناس ده دعاية. طيب ما هو عشان ينفذ الفكرة هيدفع لأحد الأشخاص، فيجد ضالته في شخص بيحاول يعمل تصميمات كثير من الناس مش بيساعدوا على العمل، وكل ما يتقدم لأنه يساعد في أعمال معمارية الناس ترى أنه أفكاره مش مشابهة للي موجود في الوقت اللي هم عايشين فيه، مش بيمشي حسب رغباتهم. وده كلام مهم جدا عن برونليسكي، لأنه أسس لحاجات كتيرة جدا في تلك الفترة، وأنصحكم بأن أنتوا تبحثوا عن مجموعة أفلام استكمالا للمشاهدات تحت مسمى كوزمو ميديتشي The Godfather of Renaissance Architecture. هم أعتقد 4 أفلام بيعرضوا قصة حياة عائلة ميديتشي وارتباطها بالفنون والعمارة في فترة عصر النهضة في إيطاليا. بيجد ضالته في هذا الشخص انه شخص لو تقدم للموضوع
اكيد مش هياخد اتعاب كتير لانه مش لاقي شغل، فهيرضى باي حاجه، ده من الناحيه الماليه. لكن كمان هو شخص بيحاول يقدم فكر مختلف عن الموجود والسائد، فهو هيكون عنده شغف بانه يبحث في هذا الامر. وفعلا من الاشخاص اللي تقدموا اختار برونوليسكي باعتبار انه بيحاول يعمل تجارب للتوازن بين النواحي الانشائية او العناصر الانشائية والتشكيلات المعمارية. ده اللي تقدم بيه برونوليسكي لميديتشي عشان يقول انا عايز اشتغل في الموضوع ده. لما تم وقوع الاختيار عليه خلاص هيحصل تمويل للمشروع. طب هو فين المشروع؟ فهيبتدي برونوليسكي يقول انا محتاج اعمل زيارات مختلفة عشان اعرف اصمم المشروع. والزيارة الحقيقة مش لموقع المشروع، ما هو عايش في فلورنس، لكن الزيارة كانت مطلوبة ان يروح يتفرج على مبنى كان فيه مشكلة في السقف بتاعه. واحنا قلنا ده تاريخيا لما كنا بنتكلم عن المبنى اللي ظهر دلوقتي قدامكم، المبنى بتاع البانفيلد. البانثيون انتوا فاكرين الدوم لما جم يبنوها وقعت واختلاف الماتيريال هو اللي خلى ده يحصل، ثم تركوا فيها الفتحة اللويه دي لأسباب إنشائية تأثرا بأنه في العامل المناخي عايزين نعمل سقف منحني، لكن العامل الجيولوجي احنا اكتشفنا الخرسانة العادية وعايزين نستخدمها. بيروح يدرس شكل البانثيون وبيجد فكرة انه يعمل حاجة بيضاوية الشكل زي اللي ظاهرة في القطاع اللي قدامكم كده، جزء من اليبس او اولموست نص اليبس، ما بنتكلمش بقى على نص دايرة. وده بيجيبه من فكرة غريبة جدا انه بيستخدم البيض في انه يحاول يمسك البيض ده يكسره ويشوف الاستابيليتي بتاعته بتحصل ازاي، لانه بيتخيل انه الفتحة اللي موجودة في البانثيون هي عملية للكسر، هي اللي أوجدت الاستابيليتي بتاعت الدوم. وهو بيعمل ده بيبقى هي دي أول فكرة ماكيت، يعمل ماكيت كده من إنه جاب واحدة من وحدات البيض وكسرها، وأثناء الكسر بيضغطها على الأرضية اللي بيكسرها عليها، وطبعا بينزل منها السائل الداخلي الزلال اللي فيها، وانت عارف انك لو فضلت ماسكه شوية يبتدي ايه يتجمد جزئيا، فكان هو زي اللزق كده فخلى الدوم دي تثبت، وبالتالي الشكل الاليبتيكال ده قد يوزع الاحمال بشكل مختلف. جات الفكرة وابتدى برونوليسكي في تنفيذها. والحقيقة لو قعدنا نتكلم على برونوليسكي هنتكلم كتير جدا، لانه صمم السقالات اللي الناس هتقف عليها، الروافع والاوناش اللي نرفع بيها وحدات الطوب، زي ما انتم شايفين في القطاع باين الخطين السود بتوع الدوم، ان الدوم دي مش من طبقة واحدة، دي دبل لاير. واحنا دلوقتي بنتكلم في العصور الحديثة على ان المباني دايما نحاول نعمل حاجات دبل سكين، يبقى السكين مرتين، واحد يدي المؤثر الداخلي والتاني يقاوم العوامل الخارجية. لكن في النهاية ساب فيها فتحة علوية زيها زي البانفيون، وعمل منها ارتفاع اضافي يحط فيه جزء خفيف او عنصر خفيف، اولا يعمل خلخلة لحركة الهواء، يدخل منه الضوء، وفي نفس الوقت ويمتص قدر من الانعكاسات الصوتية اللي هتحصل من الشكل الجديد ده للدوم. واللي اشتهرت في هذه الفترة بانها مش بقى زي ما كنا بنطلق على الدوم بتاعت البانثيون انها رومان دوم، ولا اللي موجودة في كنيسة القديسة صوفيا انها بيزنطاين دوم، لا هنقول هنا بديلا من انها قبة خاصة بعصر النهضة هنقول برونوليسكي دوم. من هنا ابتدى الموضوع يرتبط بالمصممين، والمبنى قدامنا مازال شكل الكروس شيب، لكن التغطية بالقباب بقى شكلها مختلف. طيب الفترة دي من عصر النهضة شهدت مراحل شكلها ايه؟ والله احنا بنبتدي بعصر النهضة بان بنتكلم على الايرلي رينيسانس اركيتكتشر، بداية من عند افكار برونوليسكي
اللي هي بتدخل على اجزاء من المبنى، لان احنا لسه قايلين ايوه ان المبنى القديم كان فيه طرازين مختلفين، كان فيه جزء رومانسك باين اهو في الاشكال الدائريه اللي باينه في القطاع في الفتحات حتى اللي عند القاعده بتاعه القبه نفسها، و التحول واستخدام الاعمده ب اندماج وايقاع ثابت داخليا، واستمرار ده في فتره الجوثيك مع استخدام الريد بريكس وظهور الفتحات بشكل انسيابي واطول والعقود المدببه اهي الجوثيك ارشز. فبالتالي مر على المبنى فترتين مختلفتين، والاسقف اللي استخدمت بان الاسقف الداخليه تبقى قبوات متقاطعه كروس فولتس، وخارجيا يبقى في سقف مايل فوق الممر الاوسط والممرات الجانبيه عند المدخل بتاع الكنيسه، انما هيجي دور برونوليسكي عند تسقيف منطقه التقاطع. يبقى لو عايزين بسرعه كده نقول اهم ملامح عصر النهضة في بدايته، كانت الفكرة في الاهتمام بتصميم القباب، ده عنصر مهم جدا. ده جاي من ايه؟ من ان احنا احتفظنا بالشكل اللاتين كروس، يبقى موجود الشكل الصليبي وتحديدا الرومان او اللاتين كروس، الصليب اللاتيني. انما في عصر النهضة كرونلسكي من الرحلة اللي عملها ان يزور روما ويرجع لفلورنس، فهو بيحاول يعيد احياء الفكر القديم حتى لو بشكل جديد، وبالتالي بيظهر الملمح رقم 3 وهو احياء الاصول القديمة ارتكازا على الرومانية، وفي فترات اخرى من الرينيسانس هيبقى ارتكازا على فترة البيزنطاين باعتبارها تأسيس ظهور الديانة كديانة رسمية للدولة، وازاي ان انا حدمج واركب بين الفترات القديمة في العناصر اللي انا بستخدمها واوجد منها مفردات جديدة. رقم 4 هيبتدي التفاصيل تبقى مهمة جدا، زي ما انتم شايفين الدوم تو لايرز وازاي تفاصيل تنفيذها واختلافها. ورقم 5 ويمكن دي مش ظاهرة في العمل اللي قدامنا، ان الاعمال النحتية على المبنى من خلال بقى وجود تماثيل او الاهتمام بتفاصيل تيجان مختلفة هي نوع من انواع التسجيل على المباني، زي ما قلنا اللي رجع في فترة الجوثيك بدل ما التسجيل كان في صورة الايقونات، وانه رجع في الجوثيك يبقى تسجيل باعمال نحتية خارجية على المبنى لتسجيل قصص وروايات وبعض الكتابات، وظهر كمان في الزجاج المعشق في الفتحات في ان الايقونات تتحول الى رسومات من خلال الزجاج المعشق. هنا هنرجع مع فكرة الريبيرث، اعادة الاحياء، الى رجوع للاعمال النحتية بس من فترات اقدم. وبالتالي انتوا فاكرين في فترة الرومان كان المنحوتات المهمة والتماثيل اللي داخل المعابد، فبالتالي هيرجع فكرة وجود التماثيل لكنها تعبر في الفترة دي عن القديسين، وده ظهر يمكن مع الكلاسيكال رينيسانس. واحنا كنا اتفقنا كده ان احنا المراحل المختلفة بيبقى عندنا مرحلة ايرلي ومرحلة كلاسيكال، هي المرحلة اللي نقدر نقول ان ظهرت فيها الملامح مكتملة، واخيرا قد يكون عندنا مرحلة ليت او ادفانسد. وعشان كده خلينا نقول ان في فترة الرينيسانس هنتحول من الايرلي رينيسانس اركيتكتشر الى فترة يعبر فيها كل معماري ومخطط عن شخصيته، عرفت بالمانيريزم. والمانيريزم هو تميز اسلوب لشخص بعينه، وكأني هبتدي اسمي الستايل بالشخص. احنا كنا قلنا ان في موفمنت، حركة عامة في العلوم والفنون، وتؤثر على مجموعة او يخرج منها مجموعة من الطرز، والستايلز دي
تظهر في مجال ما، فيبقى في ستايل في الاركتكتشر في العمارة، في طراز معماري، وان جوه الطراز المعماري في مفردات، والمفردات دي تختلف من القائمين على التصميم او تنفيذ هذا الطراز. فاذا كان الدور بتاع المعماري بيظهر في الكاركترز، لا النهارده الدور بتاع المعماري هيروح لان يبقى كل معماري اعماله بتتكرر، يبقى له وكأنه ستايل باسمه. وهنشوف ده في شخصية مهمة جدا في فترة عصر النهضة، جبنا سيرتها واحنا بنتكلم على المؤلفات. كمان هيظهر اهتمام بالزخارف والمنحوتات بشكل زائد، فيحولنا الى فترة ما يعرف بالباروك. ويبقى اذا انا هتكلم على ان في الفترة بتاعت الكلاسيكال رينيسانس بدأ يظهر المانيريزم، واروح من المانيريزم ده لفترة الباروك، وكأني بتكلم على الليت. وكتير من فترات الليت بتبقى عملية اندثار، اختفاء بعض الملامح على حساب ملامح اخرى، ويصل بينا هذا الامر ان يظهر الليت باروك وبعده الروكوكو. دي الفترات الرئيسية، والباروك والروكوكو التفاصيل الزائدة بتخلي العمل يفقد بعض قيم الرمزية، وان الجمال احيانا يتحول الى جمال زائف. وزي ما الجوثيك تعرض لانتقادات، فظهر عصر النهضة بتبتدي التطورات المعمارية تمشي في هذا الاتجاه، انه النقد السلبي لفترة يؤدي الى الظهور في شكل جديد بفترة معمارية جديدة وفكر معماري مختلف. عشان كده تعالوا نتكلم على الأشخاص مرة تانية، ونشوف برضو دول مش معماريا فقط، لأن احنا طول الوقت قلنا نتكلم على العمارة والعمران، وهنسيب فلورنس ونروح لروما ونتكلم على ميكيلانجلو اللي موجود في نهاية القرن الخمستاشر، وتستمر حياته إلى القرن الستاشر ما بعد منتصف القرن الستاشر. واحنا جايبين له عمل تخطيطي مهم لمنطقة بيازا دي كامبادوليو. وهنلاحظ في الساحة دي لما نشوف المسقط الأفقي للساحة على اليمين، هنلاقي فيه مبنيين مايلين بينهم إليبس كده على الأرض، معمول الباترن بتاعه ده بشكل إليبس، وفي مبنى رئيسي جهة الجهة العلوية من الرسم اللي موجود، ويقابله سلم طويل. الرسم المنظوري اللي على الشمال باين السلم هو جاي من أسفل، ثم الساحة الكبيرة ويتوسطها تمثال، ثم في المواجهة مبنى يعلوه البرج. أفكركم بالأبراج وأبراج الأجراس لما اتكلمنا عليها في فترة الجوثيك، وإن هذه الأبراج ارتباطها بالمبنى الديني ده معناه إنه الحياة الدينية هي اللي مسيطرة على الواقع السياسي وطريقة الحكم. لو ده بقى المبنى بتاع السناتور المقيم في هذه المنطقة وارتبط بيه هذا البرج، ده معناه إن هذا الشخص في ذلك الوقت بيتحكم في تعيين كهنة الكنيسة والبابا، وبالتالي يبقى الواقع السياسي هو اللي بيتحكم في الحياة الدينية. وإذا خرج البابا بآراء تؤثر على المجتمع تخالف الشخصية السياسية، يبقى يقدر يعزله. وده يرجعنا تاني للكلام على كوزمو دي ميديتشي، إذا كان هو كان دوره مجتمعيا وسياسيا مؤثر على العمارة، وظهر ده في شكل كاتدرائية فلورنسا بعد استكمالها وتطويرها على يد برونليسكي. فالكاتدرائية هترجع ينعكس دورها، يبقى العمارة هتظهر دورها مرة تانية في التأثير على الحياة السياسية، بأن الناس تبدأ تختار كوزمو دي ميديتشي، يا إما إنه يكون ضمن مجلس إدارة المدينة، يا إما يبقى ضمن القائمين على الكنيسة وياخد دور ديني رغم إن هو في الأصل مش رجل دين.
من هنا مازال هذا التأثير للواقع السياسي والاجتماعي ممتد معانا من فترة الجوثيك، لأن احنا بنتكلم على قارة أوروبا ككل من ذلك الوقت، وبتمتد هذه التأثيرات اللي احنا قلنا بتأتي في المرتبة الثالثة في العوامل المؤثرة على عصر النهضة. لكن السر في اللي احنا عايزين نتكلم عليه المبنيين المايلين. أولا المبنيين المايلين زاوية الميل غريبة، يعني الساحة في الآخر مش ساحة مستطيلة. وفكركم كده إن احنا كان عندنا على أيام الإغريق كان فيه الأجورة، ثم درسنا مع الرومان الفورم، والفورم الساحة لو فيها نسبة من الميول ده عشان يبقى مكان مقر إقامة وإشراف الحاكم على استعراض القوات بتاعته، بيبقى هو عند الضلع الأقل في المسافة، ويبقى بيطل على منظر متسع. وده ما كانش حاصل بشكل كبير، بل بالعكس معظم الفورمز اللي ظهرت كانت مستطيلة بشكل صحيح، درجة الميول كانت ضعيفة إن وجدت. لكن هنا في درجة ميل مقصودة، واللي بيصعد على هذه السلالم وتجيله الفرصة إنه يزور المكان وانت على الدرجة رقم 10 او رقم 11 وفقا لطول كل واحد فينا وارتفاع مجال الرؤية بالنسبة له، هتلاقي ان المبنيين اللي على الاجناب بيظهروا كأنهم متوازيين. احنا دايما نشوف المباني انه لو مبنيين محطوطين مقابل بعضهم البعض على خطين متوازيين، ان هما كل ما حجم المبنيين دول مسافتهم تكبر ويطولوا في طول المبنى مش في ارتفاعه، كأنهم هينضموا كده يضيقوا لنا الرؤية عن بعد، والمكان البعيد يبان أضيق. هنا المبنيين في الحركة العكسية دي للميول من الاتجاه اللي انت بتتحرك منه قادما إلى الساحة بتعمل حاجتين. وانت طالع السلم من البداية بيبان ان المساحة المتاحة منها ضيقة، وكأنه عمل بوابة بالمبنيين دول، والمساحة الضيقة دي تدي ما يعرف بالانيتيشن، عدم السماحية بالمرور لأي حد. فأنت وأنت لسه تحت كده قبل ما تطلع السلالم شايف بوابة، ومش شايف منها المبنى البعيد اللي هو المبنى بتاع السيناتور أو المبنى بتاع الحكم الرئيسي في المكان، وبالتالي يا ترى أطلع أو لأ. على عكس إنك لو فكرت إن أنت واقف مكان المبنى بتاع السيناتور اللي هو لفوق من الساحة البيضاوية دي، الباترن البيضاوي بتاعها، وهي ساحة ذات أضلاع مائلة 4 أضلاع، هتلاقي إن أنت لو عند المبنى اللي فوق وبتتحرك اتجاه الساحة كده، الساحة عاملة لك نوع من الترحاب، الخطين المايلين بيوروك الصورة أوسع، وبالتالي بتعمل نوع من الانفيتيشن. فظهر مفاهيم في التخطيط في إنه فكرة الالتزام بالخطوط المتعامدة انطلاقا من تخطيط دينوقراطيس اللي طبق في مدينة زي مدينة اسكندرية، والتخطيط الشبكي المتعامد بيتغير تأثيره، وبنفكر على سكيل تفصيلي لمناطق بعينها زي الفورم، ونعمل الفورم اتكلمنا عنه في محاضرات سابقة انه تطورت تقاطعات الطرق وظهرت ما يسمى بالبيازا، وان البيازا دي عشان نحط فيها مكان لبرج رئيسي ينفتح عليه الرؤية عرفت المناطق دي بالفيستا. ظهرت البيازا مرة أخرى دمجا لفكر الفورم والفيستا، ولكن بأضلاع خطية غير منحنية بخطوط مستقيمة، تدي مفاهيم رئيسية عن عملية الدخول والخروج من هذه الساحات، وإذا كانت تعبر عن الترحاب أو تقنن وضع الدخول. فهنا باين في البرسبكتيف المكان أضيق من عند مكان السلم وبيوسع تجاه المبنى، وكأن في كده إيه تراتبية في الدخول، مش أي حد يدخل، أو لما ندخل ما ينفعش نبقى بأعداد كبيرة، إنما لما نيجي قدام المبنى ممكن الأعداد تزداد، ويبدأ هنا توزيع السلالم الجانبية للمبنى اللي هي عرفت بعد كده بالرويال ستير، ان انا اطلع من السلالم من اتجاهات جانبية. عارفين لما تكونوا
في الممر ما بين مبنى إعدادي ومبنى ميكانيكا وطالعين للمبنى بتاعنا، بتتحركوا حركة جانبية وصولا لمركز المدخل بتاع المبنى. المبنى كمان فوقيه التاور، زي ما اتفقنا ان ده انعكاس للتأثير السياسي بشكل كبير. لكن هرجع تاني، الزاوية مختارة بعناية، بأنك في مرحلة من الرؤية تشوف المبنيين كأنهم متوازيين، وأعلى هذه المباني باين كده قبل السطح المائل بتاعها باين مجموعة من التماثيل، تبدو في البرسبكتيف إن حجمها صغير، لكن هي في الواقع بمقاييس أكبر من مقياس الإنسان كمان، التماثيل لشخصيات مهمة، إما مرتبطة بالحكم أو مرتبطة بالديانة زي ما اتفقنا في ظهور التماثيل مرة أخرى، لكن هنا بنتكلم على شخصيات هامة في المجتمع في روما، لشخصيات مؤثرة دينيا وسياسيا، وكأنهم وانت داخل وانا كده عند الاستيب رقم 10 زي ما قلت او رقم 11، ابقى شايف مبنيين واقفين فيهم اعمدة متوازية يعلوهم هؤلاء الاشخاص، وكأني داخل في تشريفة واقف فيها العساكر. الله، ده التخطيط كمان خد بعد من الرمزية وليس بعد وظيفي زي ما ابتديناه واحنا بنعمل الاجورة والساحة المرتبطة بالسوق وهكذا، وإن السوق ده له توقيت في الانعقاد وخلافه. يبقى اتكلمنا على رمزية في التخطيط، لكن ميكلانجلو الحقيقة كان دوره مؤثر مش فقط تخطيطيا، هو اشتغل في التخطيط، اشتغل في المفردات المعمارية، المبنيين اللي على الأجناب دول من تصميمه. هو في الأصل كان بيقوم بأعمال نحتية، ومن أشهر النحاتين، وطبعا له تماثيل غاية في الروعة والدقة والتعبير باستخدام الرخام عن كل ما تتخيله من خامات وتجسيد للأشكال والأجزاء من الجسم البشري وهكذا. وكان عنده ميزة إنه النني بتاع العين وحدقة العين كده يعمل تجويف أثناء النحت، فلما يتحرك الضوء بتاع الشمس لو التمثال ده محطوط في خارج المبنى، تشعر ان العين بتتحرك وكأن التمثال حي، يعني يصل لهذه الدقة في أعماله. ولو طبعا كمان الرسومات اللي أشهرها اللي على سقف الكنيسة المجاورة للفاتيكان، اللي بيعرض فيها تاريخ البشرية منذ وقت آدم والأنبياء في العصور المختلفة وصولا للسيد المسيح. الكلام ده كله اللي اتكلمناه على ميكلانجلو يخلينا اهو، ادي منظر الساحة مصورة من اعلى، ادي السلالم باينة، والساحة دي في الوسط محطوط فيها تمثال مهم جدا، وده برضو عشان حضرتك وانت متجه للساحة هتشوف البوابة الوهمية دي، وفي وسط البوابة شخص كل ايطاليا تعرفه بانه محرر للعبيد، التمثال بتاع ماركوس أوريليوس وهو على الحصان، وبالتالي ده موجود قدام مبنى السيناتور. كل اختيار هذه المفردات فيها حالة من الرمزية الشديدة والمفاهيم المعمارية والتخطيطية الهامة، اللي في الآخر احنا بنقول خلي بالك مش أي حد يجي لمقر الحكم، وإن هذا الشخص القائم على الحكم بيهتم بالحرية، ورغم ان انت عامل تقنين للي يقدروا يدخلوا المكان، لكن ما تنساش ان هو كان قائم على تحرير العبيد، وتحرير العبيد يبقى بيحررهم من الرومان وبيسمح لهم بالدخول في الديانة السماوية، وبالتالي ده يشفع له بان هو يقوم بتعيين البابا. يبقى كمان البرج اللي موجود ورا ده ما جاش من فراغ. طبعا زي ما انتم شايفين كده بنصعد الدرج شيئا فشيئا، تقريبا دي لقطة عشان توريك حكاية التوازي بتاع المبنيين، اللي لو حضرتك خدت خط السماء او خط النهائي للسطح بتاعه وحاولت تهربه كده، المبنيين ما بيوصلوش لنقطة واحدة.
يعني في البرسبكتيف اكيد انتوا عرفتوا ازاي ترسموا برسبكتيف. المفروض لو مبنيين متوازيين هيبقوا ليهم نقطة واحدة، نقطة هروب كده لو انت واقف في السنتر ما بينهم. وطبعا لم يمنع الكلام ده على ان البوابة اللي موجودة كمان يبقى فيها تماثيل عند الدخول بخلاف التمثال اللي في المنتصف بتاع ماركوس اوريليوس. ادي التمثال من الداخل زي ما انتم شايفين، بقى كل ما ادخل اتحرك للداخل المبنيين بيبانوا ان هما مش بيهربوا لنقطة واحدة نهائيا، وزي ما كانوا زي ما يكونوا واقفين تشريف اهو، والتماثيل اللي موجودة فوق تجاه مبنى السناتور. مايكل انجلو الحقيقة دوره تخطيطيا وفنيا ومعماريا كان كبير، لكن من اهم الادوار اللي لعبها كان الاشتراك في مسابقة مهمة جدا. واذا كنا اتكلمنا على كوزمو دي ميديتشي انه عمل تأهيل لاشخاص، مسابقة على السير الذاتية زي ما بيقولوا، لا احنا المرة دي هنشهد مسابقة معمارية بالمعنى الدارج، وهو ان ناس تقدم مقترح تصميمي مرسوم. ومن هنا عندنا 3 اعمال ظاهرة في الصورة اللي قدام حضراتكم. العمل اللي موجود في المنتصف واجهة مكتملة موجود فيها قبة وأسفلها واجهة ثم أضلاع لممرات جانبية، ده شغل ميكيلانجلو في تطوير كنيسة سان بيتر. وانتوا فاكرين لما اتكلمنا على سان بيتر قديما وجبنا الشكل البازيليكي، وان يدوبك كان فيه الزوائد الجانبية عند النهاية عند نقطة الأبس، مع الاهتمام بالمباني الدينية وفكرة إعادة الإحياء والاهتمام بالعناصر القديمة والحنين والنوستالجيا ناحية الماضي، كنيسة القديس بطرس كانت كنيسة جنائزية في البداية لشهداء المسيحية، وبالتالي تستحق هذه الكنيسة لكي تأخذ روما دورها ما بين المدن اللي بتنتشر فيها المسيحية، وتبقى هي تعود لوضعها كمدينة هامة في أوروبا، وهي منشأ للإمبراطورية الرومانية، إن هي ترجع تهتم بالمباني الدينية لكن بالديانة السماوية. فبيلاقوا إن هذا المبنى تخليدا لذكرى الشهداء والقديسين يستحق الاهتمام بشكل كبير، إلى أن يصل إلى هذا المبنى إن هو حاليا الكنيسة الرئيسية في العالم ككل، ويبقى مكان هذا المبنى بمباني سكن وإقامة الكاردينال والبابا بالكنائس الصغيرة الملحقة به، يبقى هو ده دولة مستقلة داخل حدود دولة إيطاليا وهي دولة الفاتيكان، ويمكن هي من أصغر الدول في المساحة. المسابقة بتقام لتجديد كنيسة سان بيتر اهتماما بالمبنى الديني، وعشان كده بيتقدم مجموعة من المصممين لتقديم أفكارهم. المصممين اللي قاموا بتقديم أعمالهم كتير، لكن احنا قدامنا ال3 أعمال اللي رشحت للتنفيذ، وتم اختيار شغل ميكيلانجلو للتنفيذ. طب ايه هي شروط الكنيسة في وضع قواعد للتصميم في ذلك الوقت؟ شاف القائمين على الكنيسة انه عايزين يحتفظوا بنسق البازيليكي القديم كما هو في مدخل الكنيسة ومن الداخل دون المساس به، وبالتالي أي تطوير للواجهة يكون بإضافة واجهة جديدة أمام الواجهة القائمة. وعشان كده اللي عنده فرصة يزور سان بيتر هيلاقي إنه الواجهة اللي قدام حضراتكم دي فيها مجموعة من الأعمدة، وباين منها البوابات والفتحات المعمولة باللون الأسود. الفتحات دي في الحائط الخلفي اللي هو الحائط الرئيسي للمبنى القديم، والأعمدة تبعد عنها للخارج على إن دي الواجهة
الجديدة المضافة على المبنى. لكن كمان لا يمنع الأمر من إن احنا نطور الكنيسة بإضافة زوائد للتأكيد على ملمح من فترة عصر النهضة وهو اللاتين كروس، فيبقى عايزين نكبر منطقة الأبس، منطقة المذبح، لأن لو تفتكروا الشكل القديم لسان بيتر كان يدوبك فيه زوائد جانبية كده، والبازيليكا كأن المبنى مستطيل وطلع نتوءات من الجنب وحنية صغيرة، فلا عايزين نكبر ده، ونتيجة هذا التكبير هيظهر منطقة تقاطع تحتاج لعمل تغطية وسقف خاص. آدي الحدود الرئيسية للفكرة بتاعة المشروع اللي كان الكنيسة ليها اشتراطات فيها، والقائمين على تنفيذ المشروع من القائمين على الحكم في روما شايفين ان ده اللي يتم. الافكار الثلاثة اللي قدامكم على الترتيب كده من اليمين، ده بارامانتي واحد من المعماريين. زي ما شايفين القبة اللي قدامنا تبدو انها مقطعها الارتفاع بتاعه اقل من العرض، وبالتالي هي قبة بيزنطية. يبقى استخدم القبة البيزنطية وعمل حواليها مجموعة من الأعمدة. الأعمدة دي مش باين الملامح بتاعتها، يبدو التاج حجما أكبر من الشافت، يعني جسم التاج نسبه كده مش هتدينا الطابع التقليدي للأعمدة الرومان اللي كان اتكلم عنها فيتروفيوس بالنسب المختلفة. وبيجي على القبة البيزنطية وينهيها بإضافة رقبة إضافية الأعلى، يعمل فيها فتحات ويعمل نهاية مختلفة تدينا ملمح من أعمال برونوليسكي. طيب يبقى الجزء ده احنا يعني في استعراضنا للثلاث أفكار جبنا فكرة متكاملة بالواجهة لميكيلانجلو، لكن لما جينا نجيب الفكرتين التانيين ركزنا على فقط ما يتعلق بمنطقة التقاطع بتاعة اللاتين كروس، لأن الحقيقة في أسباب تنفيذ العمل الرئيسي لميكيلانجلو كان النقد في ترتيب فكرة تنفيذ القبة كتغطية رئيسية لتقاطع الصليب اللاتيني في تطوير هذه الكنيسة. زي ما انتم شايفين كده البلان اللي مكتوب عليه بي والاليفيشن اللي مكتوب عليه دي، ده الشغل بتاع بارامانتي، وباين من البلان ان الدايرة بتاعت مسقط القبة باين فيها مقطع اسطواني، الرقبة اللي قايم عليها القبة، والقبة بيزنطاين زي ما اتفقنا، وهحيط بيها من الخارج صف من الأعمدة، والأعمدة زي ما انتم شايفين مش باين الأوردر بتاعها انه ممكن يكون رومان أوردر ولا بأنه شكل. هنيجي للفكرة اللي على الشمال اللي واخدة الحرف A و C، ده شغل سانجالو واحد من المعماريين أنطونيو سانجالو. بيتقدم بفكرته زي ما انتم شايفين الدوم هنا، لو كملناها كده بدون الجزء اللي فوقيها استكملنا الكيرف بتاعها هتطلع رومان دوم، هيطلع نص الارتفاع يمثل نصف القطر تماما، وبالتالي هو بيرجع للفترة الرومانية، وعشان كده بيعمل صفين من الأعمدة في الرقبة تحتها في صورة أكتاف بارز عنها جزء من الأعمدة. أفكركم كده بالكوليسيو أو الكوليزيوم، كانت في الأعمدة باينة على إنها بروزات من الحائط وكانت متدرجة، نستخدم تحت الجزء الدوريك ثم الأيونيك ثم بعد كده كان الكورينثيان، فهو هيستخدم نوعين هنا من الأعمدة، لكن مش هيلتزم بهذا الترتيب لأن الترتيب القديم في الكولوسيه كان ليه علاقة بالرجل والمرأة وطريقة العبادة، وإن العبادة دي كان فيها عبادة وثنية. لكن طب ليه هو جاب رومان دوم؟ لأنه شاف إنه الفكر اللي خده برونوليسكي كان من الرومان دوم اللي موجود جوه روما، وبعدين إحنا بنطور كنيسة في روما، ف
فيبقى نستخدم الفكر الروماني. يبقى واحد راح للدراسة التاريخية من ناحية الواقع الديني وهو برامانتي، وواحد راح للدراسة التاريخية من مصدر الموقع الجغرافي وهو ان احنا داخل روما والعمارة الرومانية هي الاصل في التطورات في بداية عصر النهضة او الايرلي رينيسانس اركيتكتشر. الحقيقة اللي كان بيقدم عمل بشكل يدمج فيه هذه الافكار بشكل تقدمي هو ميكلانجلو، لانه ايه اللي يخلينا واحنا عندنا حنين للماضي ناخد الماضي نقلده تقليد حرفي زي البيزنطاين دوم دي او زي الرومان دوم اللي عملها سان جالو؟ طيب ما احنا عندنا بداية لنقطة جديدة، نقطة انطلاق، وهي فكرة عصر النهضة. ولما نقول ان الفترة التاريخية اللي عاشها ميكلانجلو من القرن الخمستاشر الى القرن الستاشر، فيبقى اثناء ما بيأدي هذا العمل الملامح الرئيسية لعصر النهضة في ظهور البرونلسكي دوم موجودة. يبقى ايه رأيكم ان احنا نستخدم ملامح هذا العصر؟ يبقى كمان فكرة ان العمارة المقدمة تتوافق مع العصر اللي بنعيشه ده شيء مهم، ولذلك هو بيختار انه ينفذ البرونلسكي دوم اللي واخده الاليبتيكال فورم وبنفس النهاية اللي كانت في فلورنس. صحيح هيعمل تحتها صف من الأعمدة، الأعمدة دي هتاخد من الملامح المشهورة للمباني الموجودة في روما والأوردرز بتاعت الأعمدة احتراما للموقع. يبقى هو التأثر هيبقى تأثر التأثر التاريخي بالتاريخ القريب، أو كأن التأثر التاريخي لم يظهر غير في ملامح الأعمدة أسفل القبة وفي أعمدة الواجهة. هياخد من التأثر التاريخي إنه عدد الأعمدة اللي كانت موجودة على واجهة البانثيون كام عمود. طب وإذا احنا عملنا الأعمدة اللي في البانثيون بعددها اللي موجود وعملنا فوقيها المثلث البيدمنت اللي ظاهر عندنا في منتصف الصورة، عملناها متطابقة تماما، يعني جينا عملنا صفوف الأعمدة زيها زي البانثيون، ما ممكن يعتقد إنه معبد وثني. يبقى احنا هناخد الملمح لكن نغير في ترتيبه، فتلاقيه هنا إن حاطط البيدمنت فوق 4 أعمدة، ثم يلاصق هذه الأعمدة عمودين جانبيين مش ماشيين بنفس الأبعاد، وبعدين نبعد عنهم شوية وابتدي عدد تاني عمودين آخرين ثم أكتاف. التغير ده خلانا نقول دايما إن واجهة المبنى الديني هترتبط ب8 أعمدة، وده هيظهر بعد كده في العصور الأحدث إن لما ناس تيجي تصمم مباني سكنية على نسق طرز رومانية قديمة تراعي ألا يظهر هذا العدد من الأعمدة في الواجهة خشية أن يفهم أن المبنى كنيسة أو معبد. وإذا كان البيدمنت بيغطي أكتر عدد من الأعمدة في واجهة البانثيون، فإحنا نروح نخفي العدد ده بأنه البيدمنت اللي عندنا يغطي فقط 4 أعمدة، يبقى في المنتصف هو المدخل الرئيسي، ويمكن باين قدامنا عنصر كده رئيسي باين من اسفل الارضيه لاعلى قرب البيدمنت، ده موجود في الساحه، لان برضو تخطيطيا دايما ميكلانجلو عنده اضافات تخطيطيه مع العمل المعماري، فهو حاطط اوبلاسك، حاطط مسله تشير الى السماء على انها اصل فكره التوحيد. يبقى لو انت عايز تتكلم على الاصول التاريخيه للتصميم اللي قدمه ميكلانجلو هينعكس في الأعمدة المستخدمة في البيدمنت، وده من عند الرومان، سواء الأعمدة اللي عند القبة أو اللي في الوجه. هينعكس في وجود المسلة المصرية القديمة كرمز للعبادة التوحيدية منذ القدم في وسط الساحة اللي احنا هنشوفها في الصورة اللي جاية بعد كده. لكن ايه أهم تميز
كانوا من الحقيقة قدر يطبق العمارة المعاصرة في ذلك الوقت في شكل القبة المختارة، وبالتالي التقنية وطريقة التنفيذ والتشكيل المعماري سيأتي بمفردات تتناسب مع العصر اللي موجود من خلال القبة المستخدمة اللي هي قبة برونلسكي. يبقى العمل اللي قدمه برامانتي أو سانجالو أعمال تحترم وقيمة، لكن لأنها لم تواكب العصر اللي موجودة فيه ومحاولاتها للتجديد كانت محاولات حثيثة ضعيفة كده شوية، فده خلى إن شغل ميكلانجلو يبدو هو الأفضل. عشان كده وإحنا بنتكلم على الفترة دي لازم نشوف أعمال ميكلانجلو وتأثيرها، وإزاي الكلام ده كان له دور كبير في التفكير بتاع تحكيم المسابقات. يعني انت لما تدخل مسابقة ما ينفعش ان احنا نقدم عمل لا يتواكب مع العصر اللي احنا بنعيش فيه، وانه العمل ده مميزاته ازاي تكتسب وترجع لايه. ده كلام مهم جدا ان احنا ندرسه وبشكل واضح. وده باين اهو قدامنا في المسقط البلان، ادي التوسعات اللي بدأت تحصل في زيادات خلف منطقة الأبس القديم، البازيليكا اللي موجودة على الأجناب بدأنا نطور فيها، الخط الأول من المبنى اللي قدامه الساحة اللي فيها برضو الضلعين المايلين، ويمكن بعد كده اشتغل على هذه الأضلاع والتماثيل اللي موجودة فيها لتماثيل الشهداء والقديسين الموجودين، اشتغل فيها برنيني وبروميني ويعني ساعد فيها نحاتين آخرين في فترة زمنية مختلفة، لأن الكلام ده حصل بعد فترة وجود ميكلانجلو، ويمكن مكتوب تاريخ كده في أعلى اللوحة، لكن احنا مركزين على ان احنا سهم الشمال هو واضح لفوق والكنيسة على اليسار. هو عمل كمان الساحة البيضاوية دي الاليبتيكال بيادزا اللي موجودة أمام الكنيسة عن بعد، ثم الضلعين المايلين. يبقى إذا عندي ساحة تجمع رئيسية اللي اتحط في المنتصف فيها بالظبط المسلة المصرية، وكأن القادم من اليمين كده من يمين الصورة لما يصل إلى منطقة الساحة هيصل إلى الزوائد اللي عملها برنيني بالصفوف الأعمدة والتماثيل اللي أعلاها، لكن كان هناك ساحة مخططة على إنها ساحة بيضاوية مش ساحة دائرية، لأن انتوا فاكرين لما اتكلمنا عن البانثيون لما تعمل حاجة دائرية في السنتر لو حطيت عنصر رئيسي هيبقى ده عائق للرؤية، وهيبقى العنصر ده هو محور الحركة بتاعت الناس، فكأنها بتتحرك حواليه كأنها بتطوف، والغرض هنا انك تروح تتوجه تجاه الكنيسة، فانا اعمل ساحة تجمع الناس تتجمع فيها على الاجناب في الاليبس، فانا بمنع حركتهم من المنتصف مباشرة، وكأنهم وهو بيدخلوا يمشوا في الممرات اللي ضافها برنيني واشتغل على الاعمال النحتية اللي فيها، يا اما ان هم حتى لو داخل الساحة هيتحركوا من يمين ويسار الاليبس يعني من فوق وتحت كده في الصورة عشان يدخلوا في برضو حركة حاصل فيها الانيتيشن، حاصل فيها الممانعة ان يبقى المدخل اضيق من اتساع الواجهة الرئيسية، ولما يدخلوا للساحة الرئيسية اللي امام الكنيسة يبقى الدخول بيحصل بعد مرور جانبي كده بعد انحناء في الحركة، فكأن المحور الرئيسي اللي ماشي بعرض الشريحة اللي قدامنا المحور ده كمحور مش محور حقيقي للحركة، وبالتالي إذا كنت أنا جاي من اليمين كده فأنا بشوف المبنى فرانتل لكن ما بتحركلوش أكسيال، الحركة بتاعتي فيها نوع من الانحناء دون الدوران حوالين المبنى. فاكرين لما قلنا إن كان في عندنا تمهيد لدخول المباني المصرية القديمة بإنك تيجي للمبنى مواجه وفي منتصف المحور بتاعه، إنما في فترة الحضارة الإغريقية كانت المباني على هضبة الأكروبوليس
تطلع وتلف حوالين المبنى، وبالتالي اتفقنا ان في حاجة اسمها سبايرال ابروتش، او انك تبقى موجود بتتحرك خلال فترات ما بعد ذلك، في سواء الحضارة الإغريقية أو الرومانية وما بعدها، إنك ممكن تبقى ماشي في طريق ويبقى المباني على الإجناب فتدخل لها بما سمي بالأوبليك أبروتش أو الإيه التمهيد الجانبي. أنا هاجي هنا فرنتل، لكن حركتي تاخد شكل مختلف بالانحناء في الحركة دون الدوران حوالين المبنى، وده عشان يشعرني بقدر من الرهبة وإبطاء الحركة لدخول المبنى. الله، يعني مثلا في الحضاره المصريه القديمه عشان المدخل فرنتال ما كانش فيه رهبه، لا الرهبه كانت في حجم المبنى. قدامك الصرح، البايلون كان عالي جدا، سوليد ضخم. الفتحه بتاعه الممر من بين هذا الكم من الاحجار اللي بيمثل تشكيل البايلون فتحه صغيره جدا، وبالتالي الشعور بالرهبه جاي من رؤيتي لضخامه المبنى. وهنا الضخامه دي بتحصل بوضع اقل، ان انا بشوف القبه عن بعد ثم ادخل من خلال ممر ضيق وينفتح الرؤيه بعد كده وانا داخل في الساحه اللي مواجهه مباشره للكنيسه. وعند التقاطع بتاع الكروس زي ما انتم شايفين كده في 4 اكتاف رئيسيه في الكورنر في البلان، يسبقهم صفوف من الاعمده اللي لو عديناهم هنلاقي ان في 3 صفوف في رأسيا بالنسبة لنا دلوقتي في الصورة، كل صف منهم عمودين بيقابلوا عمودين آخرين، وكأن العدد الإجمالي لهذه الأعمدة 12. وإحنا يمكن قلنا قبل كده إنه من الرمزية اللي في الكنيسة إن عدد الأعمدة تمثل الحواريين والتابعين للمسيح، وإن ده يختلف في الكنيسة القبطية أو الكنيسة المصرية بإيجاد كمان عمودين إضافيين، أحدهما يعبر عن يهوذا والآخر يعبر عن السيد المسيح نفسه. آدي الساحة من فوق اللي باينة في الصورة على اليمين، زي ما شايفين الإليبتيكال شيب بتاع الساحة والشغل بتاع بابنيني اللي موجود على الحواف الدائرية للتماثيل أو الجزء الكيرف التماثيل العلوية فيه، ثم الممرين اللي على الأجناب اللي بيعملوا عملية الانيتيشن لدخول الساحة اللي بيضيقوا مدخل الساحة وينفتح عند الواجهة اللي اتضافت، السقف القديم المايل بتاع البازيليكا اللي موجود قبل الدوم الكبيرة الرئيسية، والقباب الصغيرة على الأجناب ده في جزء من إضافة الزوائد اللي بدأ من هذه المنطقة، وحتى الدوران حول القبة في الاتجاه الآخر وصولا للأبس. ودي لقطة من عند الجانب الأيسر للأوبلاسك المصري، وإزاي وأنت داخل بتبتدي يبقى في أجزاء مختفية من الواجهة وأجزاء منفتحة للرؤية على حسب زاوية الميل بتاعة الضلعين المايلين اللي عملهم ميكلانجلو في تأسيس الساحة الرئيسية، والشكل البيضاوي للساحة الخارجية الكبرى بتاعة التجمع اللي أمام الكنيسة. طبعا دي حاليا ده المقر الرئيسي للفاتيكان، واللي باين في الصورة اللقطة المنظورية دي على اليمين من الممر الطولي بجوار الكنيسة، ده السكن ومقر إقامة البابا، ودائما أبدا بيخرج من الشرفة العلوية هنا لو هو مش موجود داخل سان بيتر نفسها أو على مدخل البوابة الرئيسية، وبيخرج للناس للحديث من الشرفة العلوية اللي بتطل على الساحتين في المباني المجاورة على اليمين.